هذا السائل عبد الله يقول: حدثونا عن الرشوة وعن ضررها على الفرد والمجتمع وحكم الشريعة في هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عاب الله اليهود، ومن جملة عيوبهم أكل الرشوة. قال تعالى: سماعون للكذب يأكلون للسحت، والسحت هو الرشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الرشوة ولعن من دفعها ومن أخذها ومن سعى فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشية والمرتشية والرائش والذي يسعى بينهم بالرشوة. واللعنة تقتضي أنها ذنب كبير من كبائر الذنوب والعياذ بالله، فهي عيب في المجتمع وفساد في المجتمع، ترتب عليها مضار من نصرة المبطلين وخذلان أهل الحق، تقديم من لا يستحق التقديم وتأخير من يستحق تأخير، وظلم الناس في حقوقهم ومعاملاتهم. فهي جريمة عظيمة، اجتماعية عظيمة، يجب الأخذ على أيدي من يفعلونها بالعقوبة الرادعة. ما تفشت الرشوة في مجتمع إلا حل به الدمار والخراب، ضاعت الحقوق، انتصر أهل الباطل وذل أهل الحق. فهي جريمة اجتماعية جرثومة خبيثة في المجتمع. إذن ما هي الرشوة؟ الرشوة هي ما يدفع للمسؤول لأجل قيامه بالعمل الموكول إليه تجاه الناس، الموظف، المدير، القاضي، وهذا أشد ما يكون لأنه يغير الأحكام الشرعية. فالرشوة هي ما يدفع للمسؤول أيا كان في عمله كبيرا أو صغيرا. فهي جريمة خبيثة يجب علاجها بردع أصحابها والمشتركين فيها، حتى يتطهر المجتمع، حتى تصل الحقوق إلى أهلها، حتى يستريح المراجعون ويطمئنوا على الوصول إلى حقهم ويرتدع المجرمون والمبطلون. لا بد من هذا، وإلا فإنها تفسد حال المجتمع وتخرب الأعمال الوظيفية ويحصل الخلل العظيم في المجتمع. نعم.